بسم الله الرحمن الرحيم، معكم حسام عرفان من قناة علم المصريات ايجيبتولوجي. اليوم سوف نقرأ لكم الجزء الأول من قوانين الماعت الاثنان والأربعون، وهي تمثل ضمير ووجدان وأخلاق الإنسان المصري القديم، والتي تعرف أيضا باسم الاعتراف الإنكاري، والتي جاءت في كتب العالم الآخر، وهي عبارة عن 42 خطيئة يعترف المصري القديم أمام الإله في العالم الآخر إنه لم يفعلها في حياته الدنيا. وسوف نقرأ لكم اليوم 21 اعتراف أو قانون من قوانين الماعد، وسوف نكمل الباقي في الفيديو القادم إن شاء الله مع بعض. القانون الأول من قوانين الماعد بيقول: إي وسخ بر إم إيوانو إن إري إسفت، يا واسع الخطى القادم من إيوانو أو عين شمس، أنا لم أرتكب إسما. القانون الثاني بيقول: إي حبت سجت بر إم غير عاحة إن عوي إي، يا معانق اللهب القادم من غير عاحة، وهذا مكان في جنوب القاهرة، أنا لم أسرق. القانون الثالث بيقول: إي فندي بر إم خمنو إن ثاو إيه، يا صاحب الأنف الطويلة يا قادم من الأشمونين، إنني لم أخطف أو لم أنهب. القانون الرابع بيقول: إي عمشوتي بر إم قرنت إن سيما إيه رمس سبسن، يا بالع الظلام القادم من الكهف، أنا لم أقتل الناس، أنا لم أقتل الناس. القانون الخامس: إي نحى حر بر إم راس التاو إن حجي إيه دبحو، يا صاحب الوجه القبيح القادم من الراس التاو، أنا لم أدمر لوازم الحياة. القانون السادس بيقول: إي رواتي بر إم بت إن خبت إيه، يا أيها الأسد المزدوج القادم من السماء، أنا لم أقلل القرابين. القانون السابع من قوانين الماعت يقول: إي إريفا إمخت بر إم ساوت إن ثاو إي خت نتر، يا ذا العينين الناريتين القادم من أسيوط، أنا لم أسلب أشياء أي معبود. القانون الثامن: إي نبي بر ام خت خت ان جد ايه جرج، يا ايها المحروق الذي يخرج متقهقرا، انني لم اكذب. القانون التاسع: اي سج قاسو بر ام نن النسو ان نحم ايه ونمت، يا محطم العظام القادم من اهنسيا، انني لم اسلب طعاما. القانون العاشر: اي ودي نسرت بر ام حت كا تاح ان كيني اي، يا قاذف اللهب القادم من منف، انني لم اسبب اي كآبة. قانون الحادي عشر من قوانين المعت يقول: اي قراراتي بر ام امنتتت ان نك اي ان نك اي، يا ايها القادم من المغارة الخارج من الغرب، انا لم ازني. القانون الثاني عشر يقول: إي حر إف حا إف بر إم بتاحت إف إن رمس إي، يا من وجهه في قفاه الذي يخرج من جحره، أنا لم أسبب البكاء. القانون الثالث عشر يقول: إي بساتي بر إم كارت إن عم عم إب إي، يا أيها البستاوي نسبة إلى الإله بساتت القطة، أنا لم أبتلع قلبي. القانون الرابع عشر يقول: إي تا ردو بر إم إخخو إن تهي إي، يا ذا الأرجل المشتعلة القادم من الغسق، أنا لم أتعدى حدودي. القانون الخمستاشر من قانون المعت يقول: إي ونم نسف بر ام اياسو ان اري حن ويتي، يا اكل الدم القادم من المذبح، انا لم اكن حسودا. القانون السادس عشر يقول: اي
ونم باسكو بير ام الثلاثين ان عاو ايه حنبت يا آكل الأحشاء القادم من الثلاثين أنا لم أتعدى على الحدود. القانون السبعتاشر من قانون المعت يقول إي نب ماعت بر إم معتي إن مت مت إيه يا سيد الحق القادم من قاعة العدالة أنا لم أجادل. القانون الثامن عشر من قانون المعت يقول إي إن ميو بر إم باسات إن شم رائي يا أيها القادم من تل بسطة أنا لم أكن صرصارا. القانون التاسع عشر يقول إي سير ديو بر إم إيوانو إن سيخ وين إس حرخت يا أيها الشاحب القادم من عين شمس أنا لم أجادل إلا بالحق. القانون العشرون من قوانين المعت يقول إي جو جو بر اف ام نكتي ان نك حمت صي يا ذا الشر المزدوج القادم من نكتي انا لم اجامع زوجة رجل اخر. قانون الواحد والعشرون من قوانين المعت يقول اي و ام متي بر ام خبت ان نك اي حمت صي يا ايها الثعبان ومتي القادم من مكان الأعداء أنا لم أعتدي على زوجة رجل آخر. وده كان الجزء الأول من قانون الماعد ضمير الإنسان المصري القديم. انتظرونا إن شاء الله في الفيديو القادم هنكمل بقية 42 اعتراف أو 42 قانون من قوانين الماعد. وشكرا لكم حسام عرفان.